أمر الأمر أكبر من أي انتخابات ومن أي عملية انتخابية. نحن نشعر من منذ الصباح في حملة الدكتور أحمد مرسي بالصدمة الحقيقية، لأنه الحكم بلا منطق الحقيقة، ونشعر إنه هناك علامات استفهام كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بتبرئة أو بإدانة المحرض وتبرئة المنفذ والفاعل. والحقيقه هذه العلامات الاستفهام صدمتنا وصدمت كثير من المصريين ومن القرى الوطنيه بما فيها جماعه الاخوان المسلمين وحزب الشرعيه والعداله. ولذلك احنا بغض النظر عن انتخابات نحن نشعر بالاسى ونشعر بالخوف الحقيقي على الثوره المصريه بغض النظر عن الانتخابات. ولذلك نحن الان في التحرير ومع كل القوى الوطنيه الشريفه في مصر ندعو الى الالتفاف لاستكمال اهداف الثوره المصريه، وندعو الى حمايه الثوره من الثوره المضاده، لانه يبدو ان هناك جماعات المصالح اللي ارتبطت بالنظام السابق مصره على اعاده تخليق نظام مبارك مره اخرى. طيب لكن سؤالي، يعني من الطبيعي انك يمكن ان تستغل احداثا سياسيه، هل سيتم استغلال هذا الحدث في الحمله الانتخابيه؟ لا نستغل يا استاذ وائل، احنا قدام موقف وطني كما قلت، واستحقاق وطني لابد ان نلتف حوليه، والشعب اوعى بكثير مننا ومن اي حمله سواء تريد ان تستخدم حدث او توظيفه لصالحها. الشعب اوعى بكثير جدا جدا اذا كان، لكن احنا والله بنقول بمنتهى الصدق وبمنتهى الموضوعيه، نحن امام استحقاق وطني يستدعي من الجميع الوقوف حتى لا تعود عقارب الساعه للوراء الى ما قبل 25 يناير.